عليكم. ما شاء الله هذه زوجة لورانس ان شاء الله. سعد ما شاء الله اكبر منها حجي. يزين اللي نادي عطنا واحدة لورانس يزينه ما شاء الله. شوف هذا ندى الشيتا ما شاء الله تبارك. يا غارق وراك عنده. طبعا ما شاء الله الشيتا دائما مخالب يصير نطلعه عكس الاسود. الاسد اذا جاي هجم طلع مخالب وهذول شوفوا مخلب الصيد حق الشيت. شوفوا يصير بالجنب ما شاء الله. الاسود لا يصير نفس قطعه يدخلون بعدين اذا جاي هجم يطلع ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شبل الابيض نمر الابيض. خلي هوش عنكم شدور يعني وانت خلي الهوش عنك خلي الهوش. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما تروحين انت هناك او سيني تدلعوا ما شاء الله. هلا راح تهوش شاعين الزرق ان شاء الله. ايش عندكم راكبين؟ ها يلا 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 انت وياه انزلوا. ايش عندك انت؟ يلا انزلي. يلا ما في ركب. وبالحين. ايش عليك؟ مريم محل ما شاء الله. هلا بالدبيه ما شاء الله زين اللي واقف من عندي اكبر من السياره عند ماشي حط عندي قال اكبر من السياره اشترك عندي كبير عليك. شوف انت قاعد ما شاء الله اكبر منه ما يمدي يا حبي جيب لك واحده كبيره زين انت كبير ما شاء الله عليك. تعال بس خل دي ما تصلح وخر انا خلص كذا وخر انت كبير انت هذه العبسي وصغيرين مو بهلك انت. يلا انت يا فعليه روحي ايوه هلا ايوه ما شاء الله تعال غزو ايوه هلا ما شاء الله تبارك هذا حكم ما شاء الله. ما انت فايزين على امزح خلاص خلاص انت تقوي قوي الله استعد قولي عادي قولي اتغلين استعد اعطينا وجه عادي قولي لا تستحين عادي ايوه صح وزين هم اللي ياكلون مو بس مرات حزينه اليوم ناظر تصد اعطينا وجه صدت عشان جت دراسه اوعد ترى الى الترويح ان شاء الله صارت ترويح تسمعين اضحك تسليك اضحك اشربي مات اشربي فكي واشربي اي اشربي لا تكبي خذيه فكيتيه خذيه اشربي يا خذله خذيه فكيتيه اشربي مو بس تفكين تخلينه والله وزعلت عشان خلاص بضبطها بشاهي تبي شاهي ها سهلة احمد يجيب له شاهي وتشربه نظرتي قال له من؟
تدري وراه عشان هذا ذان قدر. تعال جنب اسمع انت قول شاهي روقي شاهي روقي روقي يا حياتي انت مسكي زين مسكي لينكب مسكي زين لا تكبر والله بعبسي هلا تعال سرعة زينه زينه بعد صغيره طعمه يا ناس بس بخلوريك طعمه يا ناس طعمه صغير هالنتفة ما شاء الله طبعا عمره كبير ما هو صغير هذا بس انه انا اقصد حجمه صغير نتفة ووه بس زينه ما شاء الله طبعا قرد المرمزيت احني بس المواجد هذا قرد المرمزيت يلا ايش تقولين تدلع عشان اطلع عبوي تسمع وزين ورنابت هذا الضبع طبعا يعتبر اقوى فك من الثدييات ارقى اوقف اوقف انا اصورك لا تقوي عظ شوف النبع ما شاء الله شوف النبع لا 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 وشلون تصير شراب وشغل عطينا وجه عطينا وجه يا حلو ايوه زينو ما شاء الله هلا براكم ما شاء الله ايوه سينهم يا ناس هذه وذي خوات ما شاء الله مرت خايفة ها مرت خايفة من الزذانة تخافين هديت خشم الزهري